Well, in leaked interrogation footage, captured Hamas fighter admits that terrorists from Gaza raped, tortured, and decapitated Israeli civilians, including children. Let's listen in. I had no idea the terrorists. بعد ما قتلوا الناس قطعوا رؤوسهم جنبه. شيوخ وإسلام ورجال وأطفال وصغير وكبير ومرض وصبي. شو عملوا فيهم؟ قتلوه. إيش ممنوع؟ حسب الدين ممنوع هذا كله اللي بيصير. الخطف والزنا وهذا كله ممنوع. أكيد بيعملوا هيك. كيف صار رؤوس؟ قطع رؤوسهم. مين؟ تاني حماس. بعد ما قتلوا الناس قطع رؤوسهم جنبهم.